السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة. أنا معكم حسين الفيفي من قناة سبيل مكة، ومتوجهين إلى الحرم المكي الشريف لأداء صلاة المغرب. خلوكم معنا في هذه التغطية وإلى الحرم. الله، شوف واحد الفنادق الجديدة في طريق أجياد، وأغلب المصلين متجهين في الحافلة هذه، وفي حافلتين قد مشت متجهين إلى الحرم. شوفوا هذا مسارهم إلى الحرم، وهذه مواقف ريع بخش، مواقف الحافلات قريبة للحرم. تقريبا باقي نصف ساعة على أذان المغرب، وما شاء الله شوفوا أجوانا كيف على شرق الحرم. ما شاء الله أمس كانت أمطار على شرق الحرم، ولا زلنا نشاهد السحابة جنوب وشرق الحرم على جبال الهدى، على مشعر عرفة تقريبا، وإن شاء الله الخير جاينا خلال اليومين هذه. أجمل شيء لما تشوف المعتمرين في كل مكان وفي طريقهم إلى الحرم، للوصول إلى الحرم. شوفوا ما شاء الله، يا فرحتهم ويا سعادتهم. أنا أشعر بالفرحة والسعادة اللي هم يشعرون فيها الآن. طيب، الآن تبدأ السعادة الحقيقية، لما نشوف الحافلات تقل ضيوف الرحمن ومتوجهين إلى الحرم. وشوفوا شارع بير بليلة بالكثافة العالية، وأغلبهم متوجه الآن إلى الحرم. ما شاء الله، شوفوا شارع بير بليلة ما شاء الله بالكثافة العالية، وأغلبهم الآن متوجه إلى الحرم المكي. نخرج إلى الحرم، شوفوا توزيع التمر ما شاء الله. نخرج مع ضيوف الرحمن باتجاه الحرم، مسافة 10 دقائق إلى الحرم، وباقي تقريبا ربع ساعة على أذان المغرب. وشوف الناس أمام الفنادق الماستر جراند، والخارجين من فندق ألف أجياد وفندق رمادة. شوفوا زحمة الناس. طبعا في هواء. في اعداد كبيرة متجهين الى الحرم. هذه احد نقاط التجمع. نشوف مدخل الحافلات في منطقة ريع بخش. تقريبا هذه أفضل مكان عندي لما تشوف زحمة الناس، وتقريبا آخر نقطة لوصول الحافلات والسيارات، وتشوف كبار السن ما شاء الله معك في خطوات سريعة نحو الحرم، وبانتظار صلاة المغرب. واليوم ما شاء الله تقريبا راح نشوف صفر لإفطار الصائمين داخل الحرم. شوفوا مجموعة في الأعلى في أحد الفنادق، ومتجهين الآن إلى الحرم. هذه منطقة ريع بخش، منطقة الحافلات ما شاء الله. وشوفوا الكثافة العالية راح نحصلها قدامنا، مكان تجمع. ضيوف الرحمن. طيب، هذه آخر نقطة لوصول سيارات الأجرة، وهذه من أمام فندق إيلاف المشاعر، أحد الفنادق
الجميلة والمطلة على ساحات الحرم المكي الشريف، وكذلك في مدخل أجياد المصافي، والآن داخلين أو باتجاه شارع أجياد ساحات الحرم. شوفوا ما شاء الله، هذه نقطة خروج ضيوف الرحمن من مواقف الحافلات في مواقف ريع بخش، ومتجهين بأعداد كبيرة إلى ساحات الحرم وأروقة الحرم العلوية. وشوفوا القادمين من أجياد المصافي ما شاء الله كذلك بأعداد كبيرة، ما شاء الله تبارك الله. شوف ما شاء الله أعداد كبيرة قادمة الآن. إيش أجمل من هذه الخطوات مع ضيوف الرحمن والأعداد الكبيرة. وشوفوا تقريبا توزيع الماء في توزيع الماء، نقطة أحد نقاط توزيع الماء. أحد نقاط توزيع الماء. ما شاء الله، شوفوا زحمة الناس للداخلين إلى أروقة الحرم. الدور الأول ما شاء الله، وفي هواء كثيف. الآن وصلنا إلى منطقة الأبراج، وكلما اقتربنا لساحات الحرم يزداد عدد ضيوف الرحمن. شوف رجعت هذه هذه قوات. شكرا. رجعت ما ادري وش يسمونها، اكياس الجزم وانتم بكرامه. شوفوا جمال المنظر، جمال الأجواء. إن شاء الله الخير جاينا إن شاء الله خلال الساعات والأيام القادمة. شوفوا زحمة الناس في هذا المكان، ومكان توزيع القهوة. شوفوا على مدار الأربع وعشرين ساعة تحصلونهم في هذا المكان يوزعون القهوة. شوفوا الناس بخطوات سريعة متجهين إلى أروقة الحرم، تقريبا من ربع ساعة إلى عشر دقائق ويأذن أذان المغرب ندخل الأسواق هذه. شوفوا المحلات، كماليات، محلات ذهب، تحف، محل المروة. شوفوا ما شاء الله مزحوم، يبيع كماليات تقريبا، الصيدليات، الكتب، المصاحف، مستشفى أجياد الطوارئ من هذا المكان. شوفوا مستشفى أجياد، تدخل له من هذا المكان الدور السفلي أو من مستشفى أجياد الطوارئ الدور السفلي. شوفوا المحلات ما شاء الله. يا ما شاء الله، شوفوا زحمة الناس للقادمين من أجياد السد
والقادمين من أجياد المصافي. ما شاء الله تبارك. وشوفوا هذا مدخل، مدخل مستشفى أجياد الطوارئ. عندنا أكثر من مدخل لمستشفى أجياد الطوارئ، وما شاء الله زحمة الناس. زحمة ما شاء الله. ندخل الآن الساحات، والله يمكن صعب الدخول الآن إلى يمكن صعب الآن الدخول إلى سطح الحرم، لكن نحاول إن شاء الله. الآن ندخل ساحات الحرم. شوفوا ما شاء الله منظر الغروب، زحمة الناس، واليوم الخميس، ندخل أبراج الصفوة. نبغى ندخل إلى سطح الحرم. ندخل معكم الى سطح الحرم. ما شاء الله تبارك الله يا جمال الاجواء في سطح الحرم. اجواء ما شاء الله خرافيه. شوف ما شاء الله زحمه الناس. يتم الآن فرش سفر الصائمين. ما شاء الله بدأ فرش سفر الصائمين وتوزيع القهوة ووجبات الإفطار على ضيوف الرحمن في انتظار أذان وصلاة المغرب. طيب الحمد لله وصلنا إلى سطح الحرم وفي انتظار أذان المغرب. ما شاء الله أذان المغرب وفي انتظار الإفطار مع ضيوف الرحمن في سطح الحرم. ما شاء الله شوفوا كامل المصليات، يوجد صفر إفطار صائمين وتوزيع الوجبات وكذلك المشروبات الباردة والمشروبات الساخنة. ثواني ويؤذن لصلاة المغرب. الناس تدعي وتستغفر. ما شاء الله شوفوا الأجواء، السحاب شرق الحرم.
الله قابلت مصطفى من بريطانيا ويتابعنا يوميا ويعطينا لايك ما شاء الله تبارك الله. ايش تقول للمتابعين بلغتكم؟ لا ما في، I can't speak Arabic. اوكي اوكي شكرا. والى هنا تكون نهايه تغطيتنا لهذا اليوم، اتمنى انها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطيات افضل في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله شوفوا زحمة ضيوف الرحمن في سطح الحرم بعد انتهاء صلاة المغرب، ما شاء الله تبارك الله.